Notre pêche en brûle. Rien. Ça va. نعم تصل بالمخيم ساكنة بالمخيم سنة وين كنتي قبل وليش جيتوا لهون ضربتنا الطيارة قاضي هدمت بيتنا انتي بس تكبري شو حابة تصيري دكتورة انتي بس بتفيقي والله احنا من سكان معدان لما صار الحرب تعرف انت والنزوح فبيتنا انضرب جال برميل بنصه ونزحنا على الجزيرة على حواس على الكرامة بعدين الوضع المعيشي صعب وما نقدر وهذا فجينا على المخيم هنا والله والمخيم زاد مو زيادة يعني مثل ما والله الأطفال يعانون لأنه عندنا هنا المستوصف اللي مستلمته الـ RC منظمة الـ RC والله بنتي هذه مرضانة عمرها يعني 7 سنين تقريبا وصلت 7 سنين لحد الآن نشوفها صغيرة وما جات تنمو يعني ما عندها نمو وعندي واحد ثاني ما عنده سماعات ما يسمع ومنظمة بيوم من الأيام أعطته سماعات وراحت خربت هذا هو وراك تشوف هذا ما يسمع ترى وعندي واحد بغدة زاد يحتاج عملية فالوضع خيو ما ساوي والله هذا زلمة إذا الأطفال هون ما يحصلوا على رعاية صحية كيف راح يكون وضعهم والله يعني أنت تعرف شنو راح يكون وضعهم يعني اليوم الطفل لما ما برعاية صحية ولا بتعليم يعني إيش راح يطلع يعني بدهم رعاية صحية بدهم تعليم المدرسة غدا أفضل يعني يجوز بالشهر تجي مرة أو مرتين شلون بده يستوعب هالطالب يعني اللي